يكذبون، بل ولذلك عفوا اسمح لي اخي تفضل شيخنا. ولذلك زعم بهاقينهم بان القران محرف وانه نزل، يقولون نزل في علي، هناك من ينص يقول نزل في علي، وهذا يقول لم ينزل. نعم نص يقول صريح. نزل نص اسمه علي، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي، وحرفت ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرك. يقول مذكور، يكون ذكر علي بالقرآن، وبعضهم يقول لم يذكر بنص صريح. طيب أو يقول عفوا، يقول مما لم يحرف، يقول إيش مما لم يحرف، يعني موجود، ما زال موجود، يعني ما زال اسم علي موجودا في القرآن. طيب ويأتون باسم العلي العظيم لله تبارك أنه علي بن أبي طالب. طيب يعني هكذا يأتون ويقول النص ما زال اسم علي موجودا في كتاب الله تبارك وتعالى. وهناك من يقول لا، لا يوجد اسم علي، يعني هذه تناقضهم، هذا أن الناس يكذبون لا يصرحون بهذا. وأنا إن شاء الله تعالى أعد المشاهدين الكرام أن الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نأتيهم بنصوص من علمائهم. هناك من يقول أن عليا ذكر في القرآن، لأن إن شاء الله إن يسر الله تعالى في كل حلقة مفاجأة جديدة. أحسنت. أن هناك من علمائهم من يقول ذكر اسم علي بآيات نزلت من عند الله وحرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من علمائهم من يقول ذكر اسم علي في القرآن وما زال موجودا، وهناك من علماء من يقول ذكر علي تنبيها لا تصريحا. تناقضات.